عندما يرى الإنسان ظاهرة كونية فإنه يسارع إلى تفسيرها بما لديه من أدوات علمية ومن معرفة قد تم تحصيلها، وكلما تنامت هذه الأدوات وازدادت هذه المعرفة وجد أن ما يعلمه من تفسير لهذه الظاهرة أو تلك كان علماً قاصراً، مع أن آياتها القرآنية تتلى منذ قرون. واليوم يجد الإنسان نفسه أمام حقائق علمية عن أسرار الماء وصلته في التكوين والخلق وأهميته في استمرار حياة المخلوقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الماء هو عنصر الحياة، حقيقة أوضحها القرآن الكريم ودلت لها السنة النبوية المطهرة، وعرفها الإنسان في تفكره في نعم الله السابغة. هذه الحقيقة الساطعة يعرضها القرآن بهذه البساطة، حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء، تعني وحدة العنصر الأساسي في تركيب الأحياء جميعاً، فهي ذات أصل واحد ولكنها متنوعة الأشكال. منها الزواحف تمشي على بطنها، ومنها الطير يحلق في السماء، ومنها الحيوان يدب على أربع، يخلق الله ما يشاء، تتعدد الأشكال والهيئات، والخالق واحد سبحانه. تصنيف الحيوانات. يتم تصنيف الحيوانات وفق عدة طرق نذكر منها: الحيوانات البرية والحيوانات المائية، وذلك بحسب البيئة التي تعيش فيها، فالقردة والثعابين والفيلة والخيول حيوانات برية، والأسماك والحيتان والأخطبوط حيوانات مائية، والضفادع والسرطان والسلاحف حيوانات برمائية، فهي تعيش في البيئتين. الحيوانات المتساوية الأرجل، يعتمد هذا التصنيف على عدد وشكل الأرجل في التصنيف، فالطيور والخفافيش ذوات الاثنتين، والأبقار والأغنام والخيول والقطط ذوات الأربعة، الحشرات ذوات الست أرجل، والعناكب ذوات الثماني أرجل. وهناك حيوانات لها عدد كبير من الأرجل، وحيوانات ليس لها أرجل أبداً، الحيوانات ذات الدم الحار والحيوانات ذات الدم البارد. يعتمد هذا التصنيف على ثبات أو تغير درجة حرارة أجسام الحيوانات تبعاً لتغير درجة حرارة المحيط الخارجي. معظم الحيوانات من ذوات الدم الحار، الضفدع من الحيوانات ذات الدم البارد، الحيوانات المستأنسة والحيوانات الوحشية. يعتمد هذا التصنيف على درجة تعامل الحيوانات مع الإنسان، الكلب والقط والحصان حيوانات مستأنسة، النمر والكلب البري والحصان البري والقرش حيوانات وحشية. ونلاحظ مما سبق أنه يمكن لحيوان ما أن يكون تابعاً لأكثر من تصنيف في الوقت نفسه. إن النواميس والسنن التي تعمل في الكون قد اقتضتها مشيئة الله سبحانه وتعالى،
إن الله على كل شيء قدير. إن الماء في الآية الكريمة: والله خلق كل دابة من ماء، أحد التفسيرات أن كلمة ماء المقصود منها هو ماء التناسل. والآية الكريمة لم تسبق ركب العلم في بيان نشوء الإنسان من النطفة فحسب، بل سبقته كذلك في بيان أن كل دابة تدب على الأرض خلقت كذلك من ماء التناسل. ماء التناسل، السائل المنوي، هو سائل تفرزه الخصيتان الغدد الجنسية لدى الإنسان وذكور الحيوانات، ويحتوي هذا السائل على الحيوانات المنوية التي تلقح البويضات الأنثوية في عملية التكاثر. يتكون السائل المنوي من جزئين: خلايا حية وتعرف بالحيوانات المنوية، سائل بلازمي يساعد على بقاء الحيوانات المنوية حية في الظروف الجديدة ويمدها بالطاقة. يتم إنتاج السائل المنوي من إفرازات تنتجها غدة البروستات والحويصلات المنوية. ومما تحتمله الآية من معان علمية أن الماء هو قوام تكوين كل كائن حي. يحتوي جسم الإنسان نحو 70% من وزنه ماء، والماء أكثر ضرورة للإنسان من الغذاء. فبينما يعيش الإنسان 60 يوما بدون غذاء، فإنه لا يمكنه أن يعيش بدون الماء إلا 3 أيام أو نحوها. والماء أساس تكوين الدم والسائل الليمفاوي والسائل النخاعي، وهو أساس السوائل التي يفرزها الجسم كالبول والعرق والدموع واللعاب والصفراء واللبن والمخاط والسوائل الموجودة في المفاصل، وهو سبب ليونة الجسم. ولو فقد الجسم 20% من مائه فإن الإنسان يكون معرضاً للموت. أهمية الماء لجسم الإنسان: نسبة الماء في دم الإنسان 5 كلية 82%، وفي العضلات 75%، وفي المخ 74%، وفي الكبد 69%، وفي العظام 22%. يحتاج الإنسان إلى ما مقداره 2.4 لتر من الماء يومياً. يستخدم جسم الإنسان الماء في قيامه بعمليات التنفس والتمثيل الغذائي وإخراج الفضلات وتنظيم حرارة الجسم وإذابة المواد الغذائية ونقلها عبر الجسم والمحافظة على توازن مستوى الحموضة والتركيز اللازمين للتفاعلات. الماء يذيب المواد الغذائية بعد هضمها فيساعد على امتصاصها، وكذلك يذيب الفضلات العضوية والمعدنية في البول والعرق. وهكذا يكون الماء هو الجزء الأكبر والأهم من تكوين الجسم. ولذلك يمكن القول بأن كل كائن حي مخلوق من الماء. والله خلق كل دابة من ماء. وفي الآية إشارة واضحة إلى عدد من الحقائق العلمية. أولاً، إن خلق الماء سابق لخلق جميع الأحياء، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة في أن الماء كان موجوداً على سطح الأرض قبل أن تظهر أول خيوط الحياة عليها. ثانياً، إن الله سبحانه وتعالى خلق كل صور الحياة البدائية في الماء. تدل الدراسات لبقايا الحياة في صخور قشرة الأرض إلى أن الحياة ظلت مقصورة على الماء لمدة تصل إلى نحو 3400 مليون سنة،
وأن خلق النبات كان سابقا لخلق الحيوان في الوسطين المائي واليابس، حيث أن الحياة الحيوانية على اليابسة لم تعرف إلا قبل 365 مليون سنة مضت. ثالثا، إن كل صور الحياة الإنسية والحيوانية والنباتية لا يمكن لها أن تقوم في غياب الماء. الماء يشكل الوسيط الناقل لعناصر ومركبات الأرض الغذائية والمعدنية إلى مختلف أجزاء النبات، ومنها إلى أجسام كل من الإنسان والحيوان، وذلك بما للماء من صفات طبيعية وكيميائية خاصة لا تتوفر في غيره أبدا. رابعا، إن الماء يشكل العنصر الأساسي في بناء أجسام جميع الأحياء. يشكل الماء 71% من جسم الإنسان البالغ، و93% من جسم الجنين ذي الأشهر المعدودة، ويشكل أكثر من 80% من تركيب الدم. ومثل هذه النسب من الماء تدخل في تركيب النباتات والحيوانات. خامساً، إن جميع الأنشطة الحياتية وتفاعلاتها المتعددة لا تتم من دون الماء. التغذية وعملية الهضم والتمثيل الغذائي والتخلص من سموم الجسم وفضلات الغذاء والتعرق والنتح والنمو والتكاثر والحفاظ على درجة حرارة الجسم والرطوبة وغير ذلك من الأنشطة الحياتية لا تتم من دون الماء. سادساً، إن وحدة مادة خلق الأحياء تؤكد وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. هذا من الأمور البديهية، حيث لا يصح أن يتفق الخلق ويختلف الخالق، وهذا مصداق قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الماء، إن كمية الماء ثابتة على سطح الأرض، فهي لا تزيد ولا تنقص عبر ملايين السنين. توصف الأرض بأنها كوكب الماء، ولكن ما نسبته 97% من الماء الموجود ضمن نطاقها ماء شديد الملوحة غير صالح لحياة البشر وكثير من الحيوانات، ويبقى فقط ما نسبته 3% من مجموع الماء على سطح الأرض ماء عذب موجود على شكلين: 2.1% محتجز في شكل جليد وأنهار جليدية، 0.9% معظمها مختزن في باطن الأرض. ولا ننسى أن هناك ماء معلقا في الغلاف الجوي للأرض، لكن لا تتجاوز نسبته 1 من 100,000 من المجموع الكلي للماء على سطح الأرض. تبلغ كمية الماء العذب المتجمد غير المتاح للناس ما يعادل كميات الماء التي تجري في كافة أنهار الأرض لمدة 1,000 عام. كمية المياه العذبة التي يستهلكها البشر تعادل حالياً 10% من الموارد الطبيعية المتجددة سنوياً، بينما يفقد حوالي 65% في البحار، ويضيع 12% في مناطق غير مأهولة وغير مستغلة، ويتسرب جزء في التربة، ويفقد الجزء الأخير بالتبخر. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير.
قدير. حسب طريقة الحركة يمكن تصنيف الحيوانات تماماً كما صنفها القرآن إلى المجموعات التالية: فمنهم من يمشي على بطنه، رتبة الثعابين، يعرف منها قرابة 3000 نوع تنتشر في مختلف بيئات الأرض، ولبعضها أجسام مفرطة في الطول تصل إلى حوالي 10 أمتار وهي عديمة الأرجل، ولذلك تتلوى أجسامها في حركات تموجية متناسقة عند انتقالها. فمنهم من يمشي على بطنه، السحاري الثعبانية. تعيش السحالي الثعبانية تحت الأرض بصورة مستديمة، وتضعف أرجلها إلى حد الاختفاء الكامل. ومنهم من يمشي على رجلين، الطيور. جميع الطيور ثنائية الأرجل، تجمع الطيور في تصنيف واحد يضم 27 رتبة. أكثر من 8600 نوع من الطيور ينتشر في مختلف بيئات الأرض. للطيور قدمان، في كل واحدة 3 أصابع فقط. الطيور من الفقاريات ذات الدم الحار، يغطي أجسادها الريش، ولها مناقير خالية من الأسنان وتتكاثر بالبيض. ومنهم من يمشي على رجلين، بعض الثدييات. من الثدييات ما يمشي على رجلين فقط، مثل بعض القردة العليا وحيوان الكنجر، وذلك لقصر الطرفين الأماميين بشكل ملحوظ، ولذلك يدب حيوان الكنجر على سطح الأرض بواسطة طرفيه الخلفيين القويين، ومنها ذوات الأقدام المتقلصة كالفقمة. ومنهم من يمشي على 4، رتبة السحالي. هذه الرتبة هي أكثر الزواحف المعاصرة انتشاراً، حيث يعرف منها أكثر من 2500 نوع في مختلف بيئات الأرض. وإن كان أغلبها يدب على الأرض بأرجله 4، إلا أن لبعضها القدرة على تسلق الأشجار كالحرباء، وبعضها له رجلين على جانبي الجسم كالسحالي الطائرة من جنس دراكو، حيث زودها الله بثنيتين على جانبي الجسم تشبهان الأجنحة، يعينانها على الطيران لمسافات قصيرة. ويوجد في مصر حوالي 40 نوعاً من السحالي، أكثرها انتشاراً البرص والضب والحرباء. ومنهم من يمشي على 4، رتبة السلاحف. للسلاحف أرجل ضعيفة لا تكاد تقوى على حملها بعيداً، ولذلك فهي تمشي بحركة بطيئة. وهناك ما يقرب من 250 نوعاً من السلاحف البرية والسلاحف البحرية. تضم هذه الفئة أكبر الزواحف المعاصرة، ويعرف منها 21 نوعاً تعيش كلها في الماء العذب، ولا تخرج منه إلى اليابسة إلا نادراً
لوضع البيض على الشواطئ الرملية للأنهار في مواسم التكاثر، وللتماسيح أرجل قوية معدة للمشي على اليابسة، وتجذب هذه الأرجل إلى جوار جسم التمساح أثناء سباحته في الماء بواسطة ضربات ذنبه القوية يمنة ويسرى. ومنهم من يمشي على أربع، الثدييات. الثدييات لها أربعة أطراف، تكون الركبتان في الطرفين الأماميين متجهتين إلى الأمام، والخلفيتين متجهتين إلى الخلف، مما يساعدها على الحركة في الاتجاهين في حالة المشي، كما أنها تساعدها في العدو السريع. إنه العالم الكبير الذي خلقه الله وملأه بعجائبه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. الخلق بكافة أطيافه وأصنافه مليء بأسرار الإبداع الإلهي، ومما فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه الإنسان، فكرمه وجعله في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فوائد وعبر: تساعدنا الإحصائيات الرقمية على فهم وتفسير الأمور من حولنا، فلولاها تبدو لنا الحقائق مبالغا بها، ومن أمثلتها نسبة الماء في تكوين الخلق. جميعنا يعلم أهمية الماء للحياة، ولكن الكثير منا لا يعطيه حقه من المحافظة عليه. إذا كان الماء بهذه الأهمية على الأرض وبتكوين المخلوقات من الإنسان والحيوان والنبات، فالسؤال: هل هو كذلك بالنسبة للكون بأسره؟